اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك،
واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.